واخوتي ديروا لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس. العقيد علاش لحد الان باقي ما اشتركتي في قناتي؟ ما تستحي اصدق اجبنا باوديو نشوف واش قال في هذا الاوديو. المهم اصدق خلينا نشوفوا شكون هو اليوتيوبر اللي غادي نصيفطوا عليه. شديدي جيمر. السلام عليكم، معكم احمد شلبات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتكونوا كاملين بخير وتبارك تفرج في الفيديو. كيف تكون مقدمه رابعه؟ شحال من خدمه مقدمه بحال هكا. كنت كنتسكن مؤخرا في يوتيوب وطلعوا لي بزاف ديال الناس اللي صيفطوا رسائل ديالهم اليوتيوبرز اللي مشهورين، ولكن ماشي بالحسابات ديالهم، صيفطوا بالحسابات الفوكون زعما. ولكن اليوم غادي نديروها بطريقتنا وغادي نصيفطوا 10 رسائل غريبه ولكن من الحساب ديالي الشخصي. حتى الريكورديو دابا صبر الخوت نشوف شكون اللي صاوني عندنا. الو وي حميده، ودابا انت كتريكوردي كيغادي؟ كيفاش حتى عرفتي بلي تريكورد؟ واش تدير شي كاميرات ليا هنا ولا كيفاش البلان ديالك؟ في الانستغرام والمتابعين غادي. يلا واخا شكرا بزاف. سلام. المهم الاصدقاء وصلوني بزاف ديال الرسائل في الانستغرام ديال الناس اللي بغاوني نصيفطهم اليوتيوبرز اللي مشهورين، وانا اختاريت شي واحد منهم. حيت من الرسائل اللي صيفطوا لي غادي يجيب لي المشاكل، واختاريت غير شي واحد منهم اللي زوين شي شويه. الا سولتيني وقلتي لي شحال النسبه انك غادي تندم في الاخر ديال هذا الفيديو على هذه الحلقه، نقدر نقول لك 100%. فكره كيفاش غادي تكون؟ هزيت هاد جوج جبانين هادو، ها وحده هزيتها لمول بوبوش ديتها لي، والاخرى هزيتها للوالده خونتها ليها. المهم غادي ندير بالوالده ونردها لك، ماشي مشكل ما نهرسها ما والو. غادي يكون عندنا الاصدقاء واحد الكاغيط الاخضر غادي تكون فيه السمية ديال اليوتيوبرز، وهنا غادي يكون فيه الرساله اللي غادي نصيفطوها ليه. المهم غادي نبداو. اوكي الاصدقاء، كيف ما كتشوفوا هذا هو الانستغرام ديالي. كاع ما كنا غادي نعرفوكم ما كنتاش انك كنصحابو الواتساب ديالك. المهم الاصدقاء بدينا، دابا غادي نشوفوا اول حاجه هي الرساله اللي عندنا، وغادي تشوفوا معايا المستوى ديال الرسائل كيفاش داير. الرساله الاولى الاصدقاء اللي عندنا هي واش ممكن تعرفوا؟ ماشي مشكل نشوفوا الاصدقاء شكون هو اليوتيوبر اللي غادي نصيفطوا عليه. ليت ساي. نشوفوا الرساله الثانيه الاصدقاء لمن؟ بسم الله. خويا معاك سوبرمان، إلا احتاجيتي أي مساعدة عيط ليا. الله الأصدقاء وصلنا لهذا الزمان، حتى سوبرمان بقى عندهم يدار. المهم الأصدقاء خلينا نشوفوا شكون هو اليوتيوبرز اللي غادي نصيفطوا عليه. فريتا. شكون فريتا؟ المهم الأصدقاء حنا ندخلوا انستغرام ديالنا وندخلوا نقلبوا عليه ونصيفطوا عليه. لحد الآن الأصدقاء الرسائل باقا عادية، ما كاين حتى شي سؤال صعيب بزاف. نشوفوا الرسالة الأخرى. نشوفوا الاصدقاء الرسالة الثانية. نموت ونعرف شنو مسمي سميتي في الكونتاكت ديالك. يا ربي الاصدقاء يطلع لنا شي يوتيوبرز اللي عندي في الكونتاكت ولا شي حاجة. اشكا. الاصدقاء اللي صيفطوا لي هاد الرسائل وسولوني وقالوا لي واش عندك شي هضرة بغيتي تقولها لينا؟ لا نقول لكم شكرا، الله يعطيكم الخير. الله ياخذ فيكم الحق. قبل الاصدقاء ما تبدا الرساله اشتركوا في قناه اللي كنتو باقي ما اشتركتوش، ديروا لايك اللي باقي ما دارهاش. نجيبوا الرساله دابا اللي معانا. الو بسرعه رد بالزربه راني احتاج مساعده. شد الرساله الاصدقاء بغيت نعرف اخونا هذا اللي مصيفط هذا الميساج شنو هو الجو اللي كان، المحيط اللي كان داير بيه باش كتب هذه الرساله هذه بحال هكا. المهم اصدقاء خلينا نشوفوا شكون هو اليوتيوبر اللي غادي نصيفطوا عليه. شديدي جيمر. اوكي تخيلوا الاصدقاء شديدي يكون طالق شي لايف ستريم ويشوف الميساج ديالي. احمد رد بسرعه محتاج مساعده، ويطلق كل شيء ويسد الريكورد ويسد ستريم وكل شيء ويصوني ليا. يقول لي احمد مالك شنو وقع؟ نقول لي لا لا والو، غير تنريكوردي في فيديو يوتيوب بحال هكا غادي تكون رضا ديال الفعل ديالو. انت انسان حامض وما كتصرتش ليا، دابا غنحيد لك فولو. واش شد الرسائل الاصدقاء شويه جدوا لنا الصداع مع الناس. نشوفوا لما غادي نصيفطوا. يا ربي السلام يا ربي يا ربي ربي السلامة. نشوفوا لما غادي نصيفطوا هاد الرسالة للاصدقاء. بوطاطو. نصيفطوا الاصدقاء هاد الرسالة بوطاطو ماشي مشكل. نشوفوا الاصدقاء عاوتاني الرسالة اللي موراهم.
الله يستر صافي الاصدقاء ديال الرسائل شو وليتي خلعوا هاد الاخرانيين سكاي من سيرفايفل عجبني الديسك الاخر ديالو نقول ليه اختار الطوموبيل اللي بغيتها وانا غادي نشريها لك انت باغي تشري الطوموبيل وانا مالي صاحبي المهم اصدقاء نصيفطوا هاد الميساج لسكاي من نشوف الاصدقاء الرساله اللي موراها شنو خبر الطوموبيل ديالك الجديده نشوف الاصدقاء اللي غنصيفطوا هاد الميساج هذا العزاوي فاميلي بصح العزاوي فاميلي اصدقاء شرا الطوموبيل ولكن شحال هادي شي عام دابا حنا الله غادي نسولو على نشوف الاصدقاء الرساله الاخرين معنا في هذه الحلقه ديال اليوم واش تبيع لي الكلب اللي عندك بغيت نعرف الاصدقاء السيدي صيفط لي هذه الرساله هذه واحد ثاني اسمحوا لي بغيت نعرف هذه الرساله اللي كنت اللي كتشوف هذا الفيديو اللي صيفط لي هذه الرساله بغيت نعرف شنو هو المحيط اللي كنتي فيه والبيئه اللي كنتي حتى ترسل لي هذا الميساج شنو جاب لك من غير كلشي كلب نشوف الاصدقاء اللي غنصيفطو هاد الميساج هذا اوكي الاصدقاء هاد الميساج هذا اللي غنصيفطوه غنصيفطوه ال باترون ترسل الاصدقاء وانا تنقول ختامها مسك صيفطنا كاع الرسائل اللي عندنا ودابا غادي نتسناو اليوتيوبرز يجاوبو غادي نبقاو واقيلا الاصدقاء ثلاثه الغدا مع الفجر واقيلا المهم الاصدقاء دابا غادي نقطع الفيديو من بعد ما يجاوبش الاغلبيه ديال اليوتيوبرز السلام عليكم انا رجعت لكم الاصدقاء السلام عليكم بخير ابقى بلاصتك ريحه ريحه بقات منك وني الاصدقاء شحال وانا تنسين غير بان لكم الاصدقاء في الفيديو باللي هاد اللقطه هادي ملي صيفطنا الميساجات ودابا خدات غير شي ثواني ولكن في الحقيقه خدات 24 ساعه انا عارفكم دابا كاملين تتسولوا تبغي تقولوا لي حمد يا قولي لنا صاحبي شحال من واحد جاوبك صح ما عرفت صراحه كيفاش غادي نرد عليكم ولكن راه حتى يوتيوبر ما جاوب لا غير نضحك معكم الاصدقاء كلهم جاوبوا بلا ما نطول عليكم خلونا ندخلوا الانستغرام ونشوفوا اليوتيوبرز الاول اللي جاوبنا المهم الاصدقاء دابا غادي نبداو باليوتيوبرز الاول اللي جاوبنا هو العقيد جيمر ونشوفوا واش قال لنا العقيد علاش لحد الان باقي ما اشتركتي في قناتي لانه مش حاط الرابط في البيو شخص بابداعك يستحق كل الدعم مش بس الاشتراك كنبغي نشيكي بين فتره وفتره شكون اللي مشترك وشكون اللي باقي شوفوا انتوا الاصدقاء نشوف الاصدقاء اليوتيوب الثاني صيفطنا لي ميساج هو ميد صاعي اللي قلنا ليه السلام عليكم ممكن نتعرفوا ميد صاعي اصدقاء جاوبنا باوديو نشوف واش قال في هذا الاوديو اي مرحبا مرحبا صافا خويا بعدا بخير وا شنو تعرفوا بعدا محمد سميتي محمد ياك محمد صاي عفا عمري 18 عام ما كندير والو في حياتي صافي تشري بغيت تعرف صافا خويا الله يحفظك بديتي عارفين براسو هو شوف الاصدقاء الاوديو تاعنا اش قال فيه ولماذا تكتب يا صديقي باللغه العربيه شوف الاصدقاء اليوتيوبرز اللي مورا رسالة لواحد الاصدقاء اللي كنا صيفطناها الفريتة قلنا ليه خويا معاك سوبرمان الا عندك اي مشكل عيط ليا شوف جاوب ديال الاصدقاء اش قال لنا فيه غدا في العشية ان شاء الله غادي يكون عندي مشكل خلي نباتك باش نصاوب ليك الرسالة الثانية كنا صيفطنا لايمن سيباي اللي قلنا ليه فيها ايمن مابقاش كيعجبني المحتوى ديالك في الفترة الأخيرة علاش اخويا احمد حاول ترجع المحتوى القديم تحديات وكشاف المدن المهجورة شوف جاوبنا الاصدقاء مسكين جاوبنا سيري الاصدقاء قلنا وي 20 يوم كان من اخر فيديو كنظن انه كان فيها شي لطحتي شكرا خويا اي مصطفى ولكن راه مطلعين عليه المهم الاصدقاء الرساله اللي موراها اللي كنا صيفطنا هاد شديدي جيمر عندي مشكل محتاجك ضروري جاوبنا باوديو واش اخويا احمد هاني لاباس عليك مرحبا على الرسول يعني راه اسمح لي تعطلت ما جاوبتكش كنت فواحد ستريم كنت طالق لايف لعبت كويس شديد قلت لي حليت المشكل صح المهم الاصدقاء دابا غادي نشوفوا الرساله اللي كنا صيفطناها السكيم اللي قلنا ليه السكيم سيرفايفل عجبني داكشي علاش اختار السيارات اللي تبغيها وانا غادي نشريها ليه السكيم الاصدقاء جاوبنا قال لكم قلت حتى شي سياره بغينا كاين انت حيت عارف الاصدقاء السكيم ما غاديش تقدر تشري لي طوموبيل داكشي اللي قلنا هذا داكشي واش قال الاصدقاء خلينا نكتبوا هذا الميساج بحال هكا ونصيفطوا ليه المهم الاصدقاء اليوتيوبرز اللي خرجت الاخر اللي غيتشوفوا معايا اللي كان جاوب ديالو مختلف هو اشكا نشوف واش قال لنا اشكا نموت ونعرف شنو مسمين ماتي في تليفون وتزاك احمد واي اللي باين هذا شي فيديو الصاد باغي يطلع عليا ولا كيفاش ها اخوتي ديروا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس المهم الدراري دعموا احمد شوف الا كانت برانك دوزناها الصاد واخا ما صدقاتش فيا كان بيكم كيمني المهم الاصدقاء ما عرفتوش صراحه علاش دوا ولكن قال لكم ديروا سبسكرايب يمكن واقيلا كاين شي بوطون على تحت حمراء فيها سبسكرايب يمكن خاصكم تغركوا عليه يمكن ولايك ما عرفتش هادشي اللي كيقصد يمكن خصوصا الاصدقاء ديك الكلمه اللي قال ديال ديروا سبسكرايب ودعموا احمد يمكن ما عرفتش واش كيعني بها واش كاين شي بوطون على تحت سميه حمراء فيها سبسكرايب زعما ديروها ولا شي حاجه سميتها لايك شي دير بحال هكا تحت هادشي يمكن كيقصد ما فهمتوش مزيان الاصدقاء المهم الاصدقاء هادشي اللي كان في الحلقه ديال اليوم نتمنى تكون عجبتكم بزاف المهم الكومنتات اللي كانت عجبتكم بزاف الا بغيتو نديرو شي جزء ثاني في الحلقه هادي قولوا لي في الكومنتات حتى انا غنقراهم كاملين كان معكم احمد الصفار الله